السلام عليكم، اهلا وسهلا في الحلقة من كرافت ذا وورد. اظن كلهم رقودايل ولا شو يتمرن؟ حلو. الحين انا قاعد استعد، واتمنى انه هذا يكون زعيم بوابة. هو شكله زعيم بوابة يكون بالطريقة هاي. فاذا هذا زعيم بوابة بنحصل اول مفتاح للبورت. البورت اللي بوابة يعني تعرفوا سوالف انتو جيمرز، ما بتعب عمري، مش بتعب عمري، تعبكم راح اصلا. الحلقة السلسلة كلها لكم اصلا، لكن ما بضيع وقتكم. فالمعلومة هاي بستغلها في معلومات ثانية بالاحرى، اللي هي ليش نحن قاعدين نصنع بعض الشغلات. بس خلونا نسوي تورتشز، لان التورتشز ما لنا خلصت عندنا سلايم. كم عندنا من هايل؟ ما منهم فايدة. ادري في بوشنات وهذا، بس خله براي عقب بذبح زيادة سكلتنس، مو مشكلة. اتمنى اني حصل زيادة اذبحهم يعني. زين، الحين بحفر له درب. انا لازم احفر له درب، فعساس اني احفر له درب بكنسل هايل. وطبعا كنت قاعد اسوي دروع الناقصة، ذكرتوني. جوتي جوتيين ثلاث اربع، نبغى اربع جواتي بس اسويهن سيلفر. جوتي جوتيين اربع جواتي سيلفر ما يستوي، اسوي جوتيين سيلفر وجوتيين حديد. لحظة، هذا كان جوتي واحد وجوتيين حديد، وبنكون شبه جاهزين. سويت واحد سيلفر بعد حق صديقنا اللي ما كان عنده ولا شيء. ايوه هذا ارشر، ما بحطي له سيلفر، بحطي له ايرون بلس 14. بس وايد ينزل اجلتي ماله، اظن يحتاج اجلتي الارشر، بس مو مشكلة، ما عليه خليه يتحمل شوي. بنعطيه تريننج هالسوالف، يستوي احسن مع الوقت. شوفوا اليوع ماله كيف وضع الاكل عندهم، مو بوايد يعانين. دام انه في اكل انا امور طيبه، بس جت فتره ترى ما كان عندهم اكل، فاحتاجوا مجموعه اكل طيبه يعني. تكتري حلو، وايد حلو. ابى سيلفر بيك اكس هني، بسوي 11. هذا فول ابجريد، هذا فل ابجريد. 1 2 3 4 5 6 7 8 وايد اوكي. 8 وايد، تعرف شو وايد؟ وايد اوكي. ترى عندنا هذا بعد نروم نسوي، ترى 17 اكثر من حلو. بس بينقصنا فحم حق عقب، وعادي يعني مش وايد قاعد احاتي الفحم حاليا، قاعد احاتي افتح الدرب حق هذا السبول. ابى افتح له درب. ها تعال، ليش عايش؟ هاي شو قاعد يسوون يخبصون اللي عندي؟ وين يروحون؟ وين يردون؟ شو يسوون؟ انا ابغى، لازم اسوي شو، ابغى افتح هايل، لكن هايل يستهلكون موارد على الفاضي، والله يستهلكون موارد، واحس انهم ما يستهلكون موارد، لان ما احب احط التماثيل بشكل عام. تو الصدق يعني مش وايد مغرم بالتماثيل، يعني هم تماثيل عندهم هو يرفع المعنوية مالهم. بحط لهم كم تمثال، مو مشكلة، حق المعنوية معني لا اؤمن بها يعني. بس اوكي، امور طيبة. عندي 40 مثل، 40 مثل ترى وايد اوكي، 40 مثل وطر. سويت 9 كلهم هاي، مو مشكلة، ما ابغى اصلا هذا فونتن بالستون، مو مشكلة. نسوي له من هذا 30، والفونتن يباله ووتر. ووتر مو مشكلة، بالنيبة اي وقت ربه. ريبليس فرونت مو مشكلة. شوف كيف يدق بضربة، يوه استوى اي شيء، نفس الزبدة. يسوي 40 حبة، مو مشكلة، عنا وايد فضر. خل واحد يصير يسوي لهم كرافت. ميكانيكال ترينينج دمي، هذا حقه منو؟ وورير. اوكي، بعد حق وورير، نايس. شوتنج رينج بتر ترينينج، نايس. في شغلات حق ترينينج، هذي بقى نحطيها في الحسبان. ما بقى انه وايد نحصل رقم 12 ترى على فكرة، يعني بينه وبين رقم 12 مسافة قصيرة. حلوين 12 واحد بيكون وايد اوكي، بس نحن حق الحرب الحين شو نبغى؟ انزين، هذا اول زعيم، اول زعيم بوابة. فحق الحرب نحتاج نحن نلبسهم كلهم الصراحة لبس زين.
ان كلهم يكونوا لابسين، وظني كلهم لابسين الحين حق اول واحد، ما عنده مشاكل. ممكن الورير عندي هذا وايد قوي، اللي عنده ترى اسمه وايد قوي. لحظة ناقصنا حبال، عنا بالهبل ها ترى وايد. يعني لحظة سو عندنا خرفان ما يكون انتاج سحيدون. اول شيء كيف بدينا كنا ندور عليه، سوي 3 بلانكس، سوي 60 مو مشكلة. ادري يبغى له وقت كرافت، بس هاي الشغلات نستعملهم 24 ساعة ترى، هم شغلة نستعملهم دقيقة ادوم نستعملهم ونتم نستعملهم. بنزل هني ما بكمل، لحظة حطي بواب اقرب. ما نزل دري هني لكن ما بفتح الدر، خلوني اشوف شو ناقصنهم يلبسون. هذا وورير بنحطيه للسيلفر، خلاص نسوي ابجريد حق الوريرز. هذا اللي عنده مثرال ها لازم يكون لابس احسن واحد. لحظة هذا قوب، هذا لازم يكون لابس فول، عنده سامان جوتي. هذا بعد جوتي بنبدله، ها ما عنده جوتي. وين بعد انا مسوي جوتي زيادة؟ شو هذا الجوتي؟ خلنا نشوف في احد ناقصنا شيء. لا وايد اوكي، ستب مالنا حلو الحين بحق ضربة اول وحشة ترى قوية على فكرة، ها مو مسخرة، في باور مو مشكلة. خلي يحفرون، ريبليس دراي. لا هاي خلاص مسخرة صاروا ترى، ريبليس ايرون اور. حط هذا، عندنا اورز وايد، اسميها بقعة رتش الصراحة. هو كم حديد عندي؟ رتش من خاطر البقعة وايد اوكي. تعال كت كل. هو المشكلة لازم تشيك على الاكل كل فترة، بس كلهم اذا نقص وايد ترى بعد مش اوكي. خلنا نسوي طحين، 65 خبزة، نعم انه الخبز يا سادة. بيض عنا، بيض نبغى، فحم عنا فحمة واحدة بس ما عنا اكثر. هاي يبالا ستون وول، عندي حبة يبالا ستون. شلينا يبل، نحن احسن شي سويناه شلينا اليبل بكبره اللي هناك، تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ يبالي اذكركم ما تذكرونه. هذا زين رخيص والله، مفهومي ما في وايد شغلات هنا رخيصة، بس ما عليه بتحمل. يور اندر اتاك. زين اشرد، زين ممكن تشرد، ممكن تشرد انه واحد يذبح هايل ارتر ودنيا وحالة الله. شوفوا الميلي هني، شوفوا الورير شو يسوي، شوفوا بعدي والله الورير والله جامد. زين الحين كيف اتضارب مع هذا؟ فتحت الباب هاها. اول شي خلنا نزقرهم كلهم، عندي يون مش فاير بول هورن سبل. خلنا نسكر الباب، تعالوا هون يون على الهرن. هذا هو، هذا بوخ الحرب مالهم، تعرفون البوخ؟ هم كلهم يجون مرة. ادري عندك شغلة، ادري يا ببير. هذا الله يخسر، وين تبغى يجيب الكبير؟ عيب عليك والله، حط لكم بورتل والله عيب. تم حد؟ هي لا
انها الحرب. يلا ترى زعيم الاول ترى مو بهين. شوفوا 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 كيف الدفان، شوفوا يا الله. وابوك اللي ابوه خسرت المونة كلها. يا الله قلت لكم الزعيم الاول مو بهين. خلاص لا تهجموا عليه، خلاص لا تهجموا عليه، خلاص غيرت رأيي. سلك دوارف زين، جورست وهكت عمري تراني شوية. خلنا نطلع ربعه، ترى هو يسوي سبون حق هاي الخايس. تعال 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 تعال، ايوه تعال اذبحوه. ارقد 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 عبو طاخ ارقدو. يو ار اندر اتاك، اعرف اني اندر اتاك. انت ليش الفلسفة دام ما عندك اتش بي؟ فلسفة والله فلسفة. ايوه ارقد عليه سه. والله تراهم اقوياء، يبالهم تدريب. خلنا نشوف شو بيسوي هذا. هلا هني اوكي they're doing good، بس تراهم قو خياس، عندهم اسلحة حديد وهذا، فشكله ما بيمشي الوضع الا بتطوير اسلحة. مع ان عندي دروع، عندي دروع دروع. ايوه 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 اذبحه اذبحه، نايس نايس. هذا منتهي. تعال ايه ترين بلاك، خايف من الترين، قلت لك اتمرن ما قلت لك سير تدافن يا حد. لا الوضع ما يطمن الخي. الوضع عندك جيت فيه، تعتقدون انه فشل؟ والله استوى لهم ايتمات بعدهم، يعني مو باينين. شو انا حطيت؟ ايوه هذا، يعني ما توقعتهم بالقوة هاي، طلع أقوى مما أنا توقعت. الوضع يبالي تكتك يا عيال، الوضع نفس not as simple as I thought. في هذا بوس ثاني وين طلع؟ تحت. ها خلنا نشيل هاي من الحسبة، خلني اجي اذبح هذا. ما عندي مانا، خل ما ادم اصلا. هذا عله البوس اذا بالطريقة هاي، يباله ترتيب دنيا هذا اساسا نذبحه، مش بالبساطة هاي. مع اني مسوي سيلفر ارمن حقهم تقريبا معظمهم، مش معظمهم لا والله. يبالي فحم، ما عندي فحم ترى. ها حالف على الدرج مالي ترى، احمر احمر احمر. الحين ما اقدر اشيل الاكس عنهم. خلنا نشوف سلك دورف جويت وين بيصير ياكل، نسوي لهم وجبات اضافيه، يستاهلون، تعبوا تعبوا في الحرب هاي. يو نيد ورك بنش، عندي ورك بنش. شو اللي كسر الورك بنش مالي؟ الله يخسم، شكل استوى هجوم انا ما حد وكسر الورك بنش مالي. ما في رحمة في عالم الدوار في سالة، ما في رحمة ابدا ابدا. عندي اثنين، بحط لكم واحد. unable to build workbench here، زين بخلي هني ما في اي هجوم يجيني في العادة هني،
خلي تو ورك بنش هني، لو انه مسافة بس خلنا نشيل الورك بنش المكسر هذا، عندنا شير، عندنا هذا ويت فيري نايس. الويت شي مفيد، لحظة خلينا نبدل هاي، خليه يطلع مكانهم شير. زين ممكن ترجع ورك بنش مال مكانه اساس الروم، نحط لكم طاولات كبار يعني حق الاكل تاكلون. وين اسوي بنطقة الاكل مالهم؟ عند المكتبة والله. شي عندي طاولة هني بستغلها حق الاكل، اليوم مكتبة يقرون ياكلون تكتري. نايس، هذا يجمع لي سامان الامب، هذا براويكم كيف يشتغل. لحظة حطيه مكان فايربول مثلا. وين عندي سامان ما قاعدين يجمعونهم؟ الموزع اللي شغال اوكي، انا ترى قاعد يشلون السامان مثلا هني، شوفوا بيتمشون ويشلون السامان اللي وين في الخريطة ويودونه حق البنك، يساعدون دوارفس مالي يعني باختصار. كوب، انت تو اكيد فرش، لكن مشكلة. كوك، لذر، لذر مو بلازم تعب عاد رغمك انت. ستيل سورد، خلي تشوف شو كتب عندنا. ووريرز بوك عندنا، نايس، نبى بعد وورير. انزين، ونبى ايرون بيكاكس، ما في احسن، في سيلفر بيكاكس. شوف توك واصل، توك ايرون اكس سيلفر بيكاكس، سيلفر بيكاكس. ده اول واحد، ليش عند ايرون؟ عند ايرون ولا شو؟ لا سيلفر، وين صار السيلفر؟ هذا تحت نزل سيلفر، 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 سيلفر. سويت لهم ابجريد على الطاير. بس على اسلحتهم دمهم جورست لوك دورف، جورست ابوهم يرتاحون شوية. دوار ساقع يمعوا لي سامو الناس بلس ون بوب. انت ليش صرت عندهم؟ منو قال لك صير عندهم؟ طلبت منك انا؟ محاولات الهجوم على الوحش الاول بات بالفشل ترى. هذا قو، شوفوا يو، تعرفون لو اوصل للمثرل بسرعة تعرفون شو بسوي فيهم؟ محتاج شي بوشنات اظني، بس الحين ما اقدر اسويهن. ابغى اسوي، ما عندي ماي بعد. يبالي منتجات ثانية. اوكي وود تاور، اوكي بنحطينا وود تاور، بس يبالنا اويل، اويل بنسوي وود تاور. يبالي اويل، يبالا ستيل اثنين، يبالا مسامير، يبالا بلانكس، يبالا وودن بو. راس مالنا واحد، يبالا هذا. اوكي لا لازم حد يسوي بعد. شوفوا هني العبط، هني العبط اللي انا يرفع ضغطي شوي. زين متل تشست، يبالا لوك، لوك 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 لوك. انزين بسوي مثل تشست حق الزينة واغراض غيرها بعد. ما عندي وايد ترى ايرون، بس شو بسوي؟ بنتجه على اساس نقدر نطور. لازم يتحرشون، لازم يتحرشون ترى، ما يعرفون قاعدين وادم. والله الدورفس العينين ترى، دوارفس العينين من هالناحية. والله خليت تشوف، يمكن الارتشر يجي فوق يتحرش فيهم. يو شوف تجي سيلفر بكاكس يسوي، شوف خليت يتحرش فيهم. يمكن نعقى والله ترى بالطريقة هاي، بس عرفنا الايتمات الحين زادوهم سكلات، زادوهم ارمر، عندهم ايرن على الاقل. لازم اروح لهم فول سيلفر، فول سيلفر بيكون ممتاز ترى على فكره.
روح روح فيه روح فيه روح فيه تك تري نايس بارل. ها يبون عصير 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 انتيرير دور، وهذا باب ممتاز بيكون. بنبدل بيباننا في هالباب. كم باب عندنا؟ 4 ولا 6؟ كان 6 صح، 6 هي. بنسوي ست بيبان ونبا مسامير ونسوي بارلز شوية. بستعمل بارلز. وين وين وين؟ في سكة قطار في دنيا. وين وين صار؟ هلا واحد بعد ما يستوي ناقصنا ايرون اور. اوكي كيف اقدر اسوي جلاس فيس؟ زين عطنا ريسيبي لو سمحت، شكرا. ها كل حق زينة، بستعملهم في مرحلة في مرحلة من المراحل. هلا نشوف ذبح البوس الاول شو بيعقلنا. سيروا فيه سيروا فيه سيروا فيه. الله كم مثرى العقلي. نايس. ها شو؟ ها فيفث بورتال بارت. ها الزعيم الاول شوف شو عقلنا، والله انه زعيم. خلنا نشيل هاي نذبحهم قاهريني. نايس قام يفتح شغلات. قمنا نقرب. بس تعرفون شو؟ بفتح بورتال هني وبجيب هاي اللي يشلون على اساس اشيل الحصة كامل. وصلنا نهاية الخريطة. بس ترى عندنا هني بعد ترى الوحش الثاني، الزعيم الثاني. يو يا الزعيم الثاني شكله بيكون دفان جامد يا جماعة الخير، مو بدفان عادي انا اقولكم من الحين. بعدين لوقت الزعيم الثاني يمكن اصلا نوصل لوصفة شو مثل ترى. بس هالخريطة ما بنستعمل وايد شغلات، الخريطة اللي بعدها الوسطانية بنستعمل وايد. اوكي هاي كانت حلقتنا اليوم، اتصور ما نحتاج حلقة ثانية. بنسوي الحين شغلات زيادة ترى وايد هني، بس احاول اخلص الخريطة هاي بسرعة على اساس يمدينا نروح الخريطة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. بخليكم انا هالحلقة ان شاء الله، ونشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.